أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت. اليوم ضيوف اليوم إبراهيم رحان الصحافي في موقع أساس. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، ووجدي العريضي الصحافي في جريدة النهار. عم نحاول شوي خلال هذه الحلقة نلقي الضوء على بعض القضايا والعناوين السياسية، إن كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أكيد على الأقل خلال 2023. يمكن مش أكيد، مش يمكن أكيد، موضوع غزة هو الموضوع الأساسي، وفي تطورين، واحد بالسياسة، بدي بلش معك لو سمحت وجدي، واحد بالسياسة واحد بالأمني. وزير الدفاع امبارح يقول سنزيد جهودنا ضد حزب الله ولن نعود إلى ما قبل 27، واغتيال رضا موسوي والرد الإيراني بأنه سيكون الرد ذكيا. العاملين وين بده يؤدوا؟ ملفت كلمة ذكيا، يعني وزارة الدفاع يبنى على، أولا بالنسبة لكلام وزير الدفاع ليس بجديد، إسرائيل تستمر في سياسة التهويل ولكن لن تقبل بغلاف غزة آخر، لذلك تسعى إسرائيل لحماية أمن المستوطنات، وهذا هو العنوان الأساسي لها، من خلال تهديد لبنان بشكل يومي وتحويل بيروت إلى غزة إلى ما هنالك. وعليه أن إسرائيل لن تنهي الحرب فقط، لكن قال لن تعود الأمور إلى ما قبل 27، عم يحكي عن الجبهة الشمالية. الجبهة الشمالية طيب. تحديدا ما هم الجبهة الشمالية، بمعنى أن حزب الله هو الأساس وليس حماس، حزب الله هو الورقة الرابحة لإيران طيب، نظرا لما يمثل من فائض قوة وسوى ذلك. على هذه الخلفية تخاف ولديها قلق كبير من أن تتحول الحدود الشمالية إلى العنق الإسرائيلي على غرار ما حصل بغلاف غزة، أي الاجتياح إلى الجليل، فيما البعض يتحدث أن إسرائيل هي من سيقوم باجتياح بري إلى حدود الليطاني على غرار ما حصل في العام 78، وكان القرار 425 واليوم القرار 1701. كل ما يحصل اليوم هو تحذيرات وتهويل وقلق ومخاوف، لكن لا شك أن إسرائيل ومن خلال اغتيال مسؤول الحرس الثوري أخشى ما أخشى من أن يكون ذلك ذريعة كما كانت الحال في العام 1982 عندما اغتيل السفير الإسرائيلي في لندن، فكان ذلك بمثابة اندفاع لإسرائيل وذريعة لتجتاح لبنان العام 1982. هي تسعى لضربة لحزب الله، وأيضا واشنطن تسعى لضربة لحزب الله حفاظا على أمن، يعني إسرائيل من خلال اغتيال رضا موسوي تحاول استدراج إيران أكثر يكون فأكثر ذلك استدراج إلى الصراع. هي منذ فترة تسعى لاستدراج حزب الله وإيران، وبالتالي عندما تسعى لاستدراج إيران تسعى لاستدراج حزب الله طيب الحليف طيب الأساس طيب. العقائدي الأيديولوجي العسكري سمي ما شئت. من هذا المنطلق الوضع في غزة لم ينتهي بعد، في الجنوب مرتبط بغزة، أخشى ما أخشاه من أن تتحول كل هذه الملفات ميدانيا سياسيا دبلوماسيا إلى العام 1924، وربما أن يكون العام 2024 هو عام الحرب الكبيرة في المنطقة وتحديدا على الحدود الشمالية، وما يحصل في العراق ليس صدفة. رح نناقش إذا نحن ذاهبين إلى حرب كبيرة أو لا. هلا واقعيا نحن بحرب إقليمية شغالة ست جبهات مثل ما حكي اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي، بس هي منها حرب؟ لا هي حرب، هي حرب بس بعد حرب غير موسعة. اللي عم بصير بجنوبه فعليا حرب، حرب رسائل لا مش بس حرب رسائل، هي حرب فعلية، في طيران حربي عم بيشارك طيب. في ضرب مدفعي، في استهداف من الحدود اللبنانية للداخل الإسرائيلي، لا في حرب واقعة، بس بعد حتى الساعة لم تتعدى اسم الحرب المنضبطة أو الحرب المحدودة ضمن شعاع معين هو 5-6 كيلومتر تقريبا، أكيد مع بعض الخروقات الإسرائيلية ما حصل اليوم بجبشيت. اللي عم بيقوله أستاذ وجدي أنا بوافقه بموضوع أنه الإسرائيليين عم بيحاولوا يجروا إيران إلى مواجهة بهذا، ليدخلوا إيران بهذا الموضوع، لأنه جر إيران إلى الحرب يعني حكما جر الولايات المتحدة إلى الحرب، واللي بده مش بس نقول أنه الحكومة الإسرائيلية عم بتقوم بهذه الخطوة، بل الجناح الذي يمثله بنيامين نتنياهو اللي هو عنده الأزمة السياسية الضاغطة بالداخل ويحاول الهروب إلى الأمام من مستنقع غزة بالدرجة الأولى، والأزمة السياسية الداخلية واتهامات بالفساد، وزاد عليها الاتهامات بالإخفاقات الأمنية والعسكرية يوم 7 أكتوبر بعد ما عملت حركة حماس عملية طوفان الأقصى. كل هذه العوامل بتخلي نتنياهو يندفع أو يحاول يجر إيران إلى مواجهة، لمحاولة جر الولايات المتحدة، لمحاولة تحقيق مكاسب، تعفيه من المحاسبة ونهاية أو دفن الجثة السياسية يلي صار فيها اليوم نتنياهو، لأنه اليوم هو صار جثة بالبراد
تنتظر الإخراج من البراد نحو الدفن السياسي. عم نحكي عم بيحاول قدر الإمكان أن يحاول ينعش ما تبقى لهم من حظوظ سياسي ولو ضئيلة، وخصوصا عم بواجه منافسة بقلب الحزب بحزب الليكود ذاته مثل وزير الدفاع يوف جالانت، ما هو منافس نتنياهو، واثنين عم بيتنافسوا داخل الحكومة وبقلب غزة وعلى الجبهة الشمالية. لكن هن اثنيناتهم بذات المسار التصعيدي، يعني بذات المسار بغزة التصعيدي، بس كل واحد له أهدافه الخاصة. ما اختلف طبعا، ما اختلف اثنين بمسار التصعيدي، بس اللافت اللي عم بيقوله الإسرائيلي بالإعلام منه ذاته يلي عم بيقوله بالقنوات الرسائل مع الحزب. يعني عم بيقول نحن بدنا نبعد لشمال الليطاني، في قنوات دبلوماسية طبعا مفتوحة من 28 الأول، هذه القنوات مفتوحة والرسائل متبادلة. الإسرائيليين عم بيحكوا عن مسافة 7-10 كيلومتر طيب. من تحت الطاولة، فوق الطاولة عم بيقولوا إلى شمال الليطاني، تحت الطاولة عم بيقولوا بنخلي البنى التحتية وينسحب المقاتلين تقول الحزب إلى مسافة تقدر تقنع فيهم المستوطنين بالشمال بالعودة إلى منازلهم. حتى الساعة ما في قبول من الحزب لهذا التسريب. القناة الإسرائيلية أنه سحب قوات الرضوان، قوة الرضوان من الجنوب إلى شمال الليطاني، هيدا تسريب. هذا التسريب أول شيء منه واقعي، يعني حتى نكون بالواقع أنه قوة الرضوان منه فرقة ظاهرة بمراكز علنية بتقول أنا اليوم هون وأنا بكرة هون. هذا التسريب بمحاولة طمأنة المستوطنين بشمال يرجعوا طبعا، والنقل الخبر هو الأهم، هو موقع والا العبري يلي هو على خلاف مع نتنياهو، وهو من التيار الذي لا يؤيد توسيع الحرب تجاه لبنان. يعني بس هذه الأجواء لمحاولة التسكير على طموحات نتنياهو ويوف جالانت بما يتعلق بالحدود مع لبنان. طيب قلت 24 سيكون عام الحرب الكبيرة، هيدا أول شيء تخويف. اثنين، ما هو المعطى حتى نقول أن احنا ذاهبون بهذا الاتجاه وليس ذاهبون إلى ضبط التفلت العسكري والأمني؟ يعني مثل ما قال الأستاذ إبراهيم مظبوط، أنه اليوم أنه جدي بالبراد نتنياهو والقيادة الإسرائيلية، ولكن أيضا لبنان جدي ويتم إطلاق النار عليها والضرب الميت حرام. البلد يعني لا يتحمل تبعات حرب، هذه شغلة واضحة. لكن بالنسبة للحرب الشاملة مثل ما قال الأستاذ إبراهيم كمان، نحن بيقول ميني حرب، بس نحن بحرب. طالما هناك صواريخ حديثة تستعمل، سلاح نوعي أمريكي، هناك أحياء دمرت بالكامل في عيت الشعب وببعض قرى وبلدات الجنوب، وهناك إشراف حصل من مجلس الجنوب على بعض الأماكن السكنية في دمار شامل. لذلك أتوقع أن يكون بداية العام 2024 منطلق أساسي إما للحرب أو تسوية سياسية. معلوماتي أن هوكشتاين لم يوقف اتصالاته ومحركاته على الرغم من إجازة الأعياد، وسيعود في وقت قريب بعد ما سمع في تل أبيب أنه نقل تحذير للبنانيين أنه في عملية اجتياح بري، وهذا كان شيء جدي. حتى الرئيس بري كان بالأجواء أنه قال لهم هذه منا مزحة، والرئيس بري يقوم باتصالاته. نحكي كاجتياح بري، هل تجرؤ إسرائيل اليوم؟ قد لا تجرؤ على إسرائيل أكيد. هل أنا بقول تهديد؟ تهديد تهديد، بس أنه مين بيمنع إسرائيل هالدولة العدوانية هالكيان عدائي هذا تاريخ إسرائيل؟ يعني الجولاني انسحب من غزة من دون نشوء. يقال أنه بعد يمكن أقل من 70 يوم بقي الجولاني بغزة، واليوم غيروا القادة الميدانيين لجولاني لأن ارتكبوا في استراتيجية جديدة أكيد، وتحديدا على الحدود الشمالية. لكن اليوم على الحدود الشمالية مع لبنان، هل يعني يغامر الإسرائيلي باجتياح؟ إذا ما غامر باجتياح، شو بيمنع الإسرائيلي هذه الدولة العدوانية يلي ضربت ودمرت كل مستشفيات بغزة وكانت حرب المستشفيات عن حق، أنه تقوم بعمليات غارات جوية على غارات مش اجتياح بالداخل اللبناني، بتكون رسائل سياسية كبيرة وقد تجرنا إلى حرب؟ أنا باعتقادي طيب إبراهيم، أنه كل احتمالات واردة بهذا السياق، بين إذا بدك القنوات الدبلوماسية وبين التهديد بالحرب، نحن بأي اتجاه سائرين؟ ومن يقرر الدخول في الحرب، ميلة إيران أم الإسرائيلي؟ هلا خلينا نبلش من الشق الأخير من السؤال. إيران حتى الساعة واضح من تصريحاتها لا تريد توسيعة الحرب لعدة أسباب، أبرزها تريد الحفاظ على الحزب بلبنان، الحفاظ على درة التاج خلينا نسميها بلبنان لوقت لاحق، لأنه الحرب اللي صارت بسبعة تشرين، العملية اللي قامت فيها حماس، وإن حماس هي تحت جناح الحرس الثوري بمكان ما، بس ما كان بالتنسيق مع الإيرانيين ولم تكن على التوقيت الإيراني، وهذا شيء صار واضح للكل. تريد إيران الحفاظ على الحزب أنه ما يفوت بالحرب، للحفاظ عليه لوقت لاحق، وبنفس الوقت إيران كمان مستفيدة بإبعاد شبح الحرب عن المنشآت النووية، ولكن هذا لا يعني
أنه الإسرائيليين قد ما يستغلوا قد يستغلوا هيدا الوضع القائم مثل ما امبارح استغلوا الوضع وضربوا قائد الحرس الثوري بسوريا أنه بكرة يوجهوا ضربة للمنشآت النووية الإيرانية. ما كل الضربات الإسرائيلية اللي بتصير تحتاج إلى موافقة أمريكية مثل ما بيظن البعض. الإسرائيليين بكتير أحيان بيتصرفوا دون الرجوع للأمريكان، ومثل الضربة اللي صارت امبارح كانت بدون الرجوع للأمريكان. من دون الرجوع للأمريكان بأي معنى؟ يعني ما قالوا الأمريكان نحن سنستهدف قائد الحرس الثوري بسوريا، لأنه الأمريكان رايحين وبيحاولوا لتهدئة التصعيد بالمنطقة، على عكس يعني لما بعثوا البوارج والأسطول البحري الأمريكان كان بالأول رسالة ردع نعم طبعا ومنع لتوسيع الحرب. الضربة اللي عملتها امبارح إسرائيل بسوريا هي خطوة نحو توسيع الحرب. أوكي. هي خطوة نحو توسيع الحرب، وفي هو سياسية بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو بعض أو جزء كبير من حكومة نتنياهو اللي هو الاتجاه اليمين واليمين المتطرف. فكل هذه العوامل لا بتأشر أنه الجهود الدبلوماسية ماشية مع الارتفاع منسوب التهديد، بس حتى ساعة لم تصل إلى نتيجة، لأنه مثل ما تفضل قال الأستاذ وجدي الحزب عم بيربط ما يفعله بجنوب بغزة مش بمسألة تثبيت النقاط الخلافية على الحدود مثل ما هوكستين كان عم بيحاول يسوي بالمبادرة معينة تعلق بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر وتثبيت نقطة البيوان للبنان وبحث موضوع مزارع شبع. ما هو لما دخل بالحرب 28 عم بيحاول يكون المستبق لألا يكون الدور عليه هو النكست، مش عم بيفوق عم بيرابط على ما يحصل بجنوب بقطاع غزة وليس بمسألة البر. وعشان هيك شفنا الحزب عم بيستحضر بالبيانات موضوع القرى السبع اللبنانية. طيب. لما بيضرب على أفيفيم وبيذكر بلدة صالحة اللبنانية أو الملكية اللبنانية المحتلة، يعني بيصبغها بصبغة اللبنانية. هون عم بيعلي الحزب الشروط ليقول أنه أنا هيدي حربي منا مرتبطة بتثبيت النقاط البرية على قدر ما هي حرب. شو حرب غزة؟ حرب حماية وجود أكثر كمان من غزة. يعني في عدة شعارات اليوم عم يطرحها وحكي عنها إبراهيم، أنه الشهداء على طريق القدس، ضبط يعني الحرب الاستباقية، مساعدة غزة، في أكثر من عنوان لهذه الحرب، علما أنه الحزب هو فقط الوحيد الذي اتخذ هذا القرار من دون الرجوع إلى أي سلطة، على الأقل الحكومة، لأن هو مشارك في هذه الحكومة. أكيد. أكيد الحزب دخل بالحرب لمشغلة الإسرائيلي بحربه مع حماس، لكن أثر، لكن ما أثر دخل بالحرب بمعنى أنه سيخوض الحرب. دخل بالحرب لا، ليس بمعنى سيخوض الحرب. أوكي. على غرار 2006. أوكي. كي لا يقال أن حزب الله منذ 2006 هو حرس حدود إسرائيل كما يدعي البعض، بدليل أنه في عنده عدد كبير من الشهداء ومنه من القادة بدون مواجهات مباشرة، وقرى وبلدات دمرت في الجنوب. لكن هناك ارتباط وثيق ولصيق بين ميدان غزة والجنوب من خلال المايسترو الإيراني، بس المايسترو الإيراني لن يغامر بورقة حزب الله، الورقة الرابحة له في المناورات. طب ليه ما نعتبر اليوم أنت في المناورات السياسية التفاوضية أنه أي دخول حزب الله في الحرب هي مغامرة للقضاء على حزب الله؟ لأن إبراهيم عم بيقول أنه سيحافظ على درة التاج على الأقل حتى الآن، يعني أي انزلاق إلى أي حرب مع الأمريكي مختلف، يعني أي انزلاق إلى حرب سيقضي على حزب الله أو على الأقل يضعفه. من الطبيعي لا يقضي على الحزب. طيب عظيم، لا يقضي على الحزب، بس بطبيعة الحال إذا بدي يفوت بحرب كالتي تشير عم نشوفها نحن بقطاع غزة، ومثل ما كان تفضل الأستاذ وجدي وقال أنه في الوجود الأمريكي بالمنطقة، يعني إذا دخل لبنان بشكل الموسع للحرب، ما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير الدفاع حذروا من الأيام الأولى عن دخول أطراف أخرى، وهن بيعنوا بدخول أطراف أخرى يعني حزب الله بدخول موسع كمان، مش أنه يعني بالحرب اللي عم نشوفها هلأ، بدخول موسع يعني تدخل أمريكي، يعني بصير المواجهة مع الولايات المتحدة، وهذا اللي بده إياه نتنياهو. وهذا بيعني أنه لا، بطبيعة الحال بده يكون في ضربات موجعة كم من هالجانب أو من الجانب الآخر، في ضربات موجعة على الطرفين، بس أكيد إيران عم بتحاول تحفظ أنه الحزب ما يتلقى هاي الضربات أكان على صعيد البشري أو صعيد التهجير اللي هو أدق نقطة اللي عم نشوفه نحن بغزة، أنه هو التهجير. طيب مين بيمنع بكرة الإسرائيلي يجي يدمر قرى مثل ما هي بالجنوب ويهجر أهلها باللحظة اللي أنت ما في حدا يقدر يعمل لك إعارة إعمار؟ وهذا يدخل بالحسبان، أنه إذا بدي يجي يدمر الإسرائيلي على 10-15 كيلومتر البلدات الحدودية وما في حدا يقدر. طيب هون في سؤال أستاذ إبراهيم، هذا بيعني عظيم، هون في سؤال لماذا
لماذا لبنان يجب أن يتورط في حرب تحت شعار قطاع غزة ويتدمر كما تدمرت غزة، علما أنه هذه الحرب غالبية اللبنانيين تعتبر أنه هذه ليست حربنا. على طبيعة الحال يمنع حربنا، وهذا شيء قال الرئيس مئاتي من أول يوم لما سأل عن قرار حرب والسلم، قال لهم اللبنانيين طوال عايشين، يعني كان في اعتراف ضمن من رئيس الحكومة. يعني حروب الآخرين مستمرة على الأرض. كيف؟ حروب الآخرين لا زالت مستمرة من السبعينات لليوم. ليش أهالي الجم اليوم بده يتحاملوا أنه تبعت الحرب وتدمير منازلهم؟ بس تعقيبا على إيه الأستاذ إبراهيم نقطة مهمة على اليوم أنا برأيي اليوم اللي عم بيصير من المجتمع الدولي، من الأمريكان، من الفرنسيين، من العرب، من كل المجتمع الدولي، هو التركيز على منع الحرب في لبنان وليس وقف الحرب في غزة. لأنها عندها ستكون كارثية بامتياز. طيب تهجير أهل غزة ممكن جزء منه على لبنان، قادة حماس، مرج الزهور تو، كل شيء. طب ليش اليوم لبنان بده يكون ضحية قطاع؟ لأنه الحلقة أضعف. كيف الحلقة الأبعد؟ حزب الله بيقول لك، فرضاً حزب الله بيقول لك إنه نحن الحلقة الأقوى، وجودي هو الذي قوى لبنان. دوائر عقارية معنا ببعض بشيء يفتحوها، معنا مؤسسات، معنا شيء، معنا ضمان، معنا حزب الله يأخذ هذه الأمور، معنا مستشفيات. طيب بشو أوايان وجدي حزب الله يأخذ هذه المعطيات بالاعتبار؟ حزب الله أخذ أول مرة فعلا أخذ معطيات انهيار البلد بالاعتبار، حتى 80% من الطائفة الشيعية الكريمة ما بدوا الحرب، وخصوصا المغتربين من بنوا منازل، قصور، بلال، مؤسسات، وشفنا آخر فترة جنوب مزدهر ما بدوا الحرب. لكن حزب الله يشاغل الإسرائيلي من خلال توجهات إيرانية والحشود الإسرائيلية. يشاغل إسرائيل. هل الحرب في لبنان تشغل الإسرائيلي، تعطل الإسرائيلي؟ ما بتعطل، تؤثر على المزاج العام الإسرائيلي، تضغط على المستوطنين بالشمال، تؤثر على الرأي العام. نعم بلا شك، بس الإشغال الجدي اللي صار هو بالبحر الأحمر مش من لبنان، عظيم رح روح البحر الأحمر وليس من لبنان، عم تروح على البحر الأحمر. اتهام إيران بالمباشر، هي بس صار في طوفان الأقصى، الولايات المتحدة لم تتهم إيران بأنها تقف وراء الطوفان، اليوم بلش الاتهام المباشر لإيران بأنها هي التي حتى في مسيرة قيل أنها خرجت من إيران. أوكي، هذا الاتهام المباشر لوين بده يودي؟ هذا بيحمل تهديد وتحذير أكثر من يعني لإيران، ما في دليل حتى الساعة أنه انطلقت من إيران، بس اتهام البنتاغون لإيران بأنه هو أطلق المسيرة انطلقت من أراضيها لاستهدفت الناقلة على قبالة سواحل الهند، هذا بيدل على عدة مؤشرات، وهي ترتبط بالدرجة الأولى بالجهود الأمريكية الرامية للحفاظ على استقرار بالبحر الأحمر من دون انخراط بحرب مع الحوثيين أو مع إيران بالدرجة الأولى والثانية، وبنفس الوقت ترتبط بالمفاوضات اللي كانت جاري بمسقط، مفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا اللي كانت جاري بمسقط، وكانت أول قبل عملية طوفان الأقصى وصلت إلى نقطة متقدمة ورجعت استكملت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وصار فيها بعض التقدم بس فيها عرائيل أكثر مما هي تقدم، خلينا نسميه مش حائط مسدود. العقبات اللي عم تواجهها اليوم هذه المحادثات تتجلى في ما يحصل من تصريحات أمريكية تجاه إيران وتصريحات إيرانية تجاه هذه الولايات. تترجم إنه الأمور يعني عالقة قليلا، لكن قليلا كثيرا كمان مش شو يعني على شو عالقة؟ أمريكا اليوم بعد عملية حماس بعد 27 ما فيها تعطي إيران اتفاق نووي وما يعنيه من رفع عقوبات ومئات مليارات الدولارات ورفع الحظر عن النفط والتجارة وما سوى ذلك مع النفوذ الواسع بالشرق الأوسط. إيران تطمح أن تكون هي الشرطي الأمني والعسكري بالمنطقة القليلة هم بالشرق الأوسط، بس أمريكا ما قدرت تعطيها كل هذا النفوذ، كان بالعراق أو بسوريا أو لبنان أو اليمن والبحر الأحمر. اللي عم يصير بالبحر الأحمر بالتحديد هو اللي بيخلي الأمريكان شوي يتصلبوا بموضوع المفاوضات النووية، لأنه ما فيها إيران تكون تمتلك خلينا نسميها التكنولوجيا النووية وتمتلك الأذرع من البحر المتوسط والمشرق العربي وصولا إلى إغلاق باب المندب، خطوط التجارة بباب المندب، ووجود إيران بحد ذاتها على مضيق هرمز. يعني إيران صارت تمسك كل من أهم مفاصل التجارة الدولية، هي مضيق هرمز بيتعلق بتجارة النفط، وباب المندب يلي بيتعلق بتجارة من شرق آسيا وصولا إلى الشرق الأوسط وأوروبا. طيب
هذا الاتهام لوين بده يوصل؟ فقط له علاقة بالتفاوض موجود بمسقط المعرقل حتى الآن أو شو؟ أول شيء إيران لن تقاتل إسرائيل، وإيران لن تقطع العلاقات أو الاتصالات بالكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. في مفاوضات مستمرة، وشفنا قبل حرب غزة بأيام معدودة كان في مفاوضات إيرانية أمريكية، وتم إطلاق أحد الرهائن وأخذوا حصتهم الإيرانيين، وكان في استكمال 27 وكان في استكمال للمفاوضات. جاءت حرب غزة، منشوف ما في حملات متبادلة بين واشنطن وبين طهران. لبل ببداية حرب غزة كان في إشادة أمريكية بالموقف الإيراني، والعكس صحيح. حتى وزير خارجية إيران عندما جاء إلى المنطقة لم يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية. حتى منشوف حزب الله، يعني منشوف ميني هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف ما كان يحصل، لأنه اللعبة مضبوطة ومدروسة. ومن هون اسمح لي أقول، ما هو حق الوزير السابق وئام وهاب يحكي عن الحرب وعن ولا حملات، لأنه فهمان اللعبة، عارف اللعبة، وهو أحد عتاد محور الممانعة، ما حدا بيزيد عليه بالموضوع. لذلك حمل عليه، نعم حمل عليه من بعض المحور، وهذا استهداف يعني للأسف يعني عن دون حق طائل، لسبب لأنه البعض فهمان اللعبة شو عم بيصير. أنا باعتقادي أنه الوضع مضبوط بين الأمريكيين والإيرانيين. وما ننسى في عامل إضافي، ألا وهو العلاقة السعودية الإيرانية المتقدمة. لكن أكيد السعودية تتعاطى مع الملفات الاستراتيجية كلنا على حدة، وما يحصل في البحر الأحمر هو حرب، إذا صح التعبير، حرب الاستقرار الاقتصادي والتجاري والنفطي والغاز في المنطقة وفي العالم. لذلك هذه مسألة تفوق خطورتها ما يحصل في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، إذا اندلعت الحرب. لذلك إيران بتعرف شو وين يعني عرفت وين تدفع الحوثيين لإطلاق بعض الصواريخ والقراصنة يخطفوا بعض ناقلات النفط. أكيد. طب العودة إلى لبنان، التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، هل تم بأبطباط حزب الله، وعلى أي أساس مشى حزب الله بهذا التمديد؟ هلا هو بطبيعة الحال بلا شك لو ما في أبطباط من حزب كنا بوضع آخر، لأنه إحنا شفت لما سحبت كتلة الحزب من مجلس النواب بقيت كتلة الرئيس بري وحلفاء الحزب من مسيحيين، أكيد عم نحكي عن التيار وطن الحر، ومن سنة، بقيوا هدول بقلب الجلسة وما قطعوا النصاب، بل وصوتوا مع التمديد لقائد الجيش. وهذا بيعني أن الحزب أبط وحاول بانسحاب وصورة الانسحاب من الجلسة أنه يخلي ورق الخط مفتوح مع التيار وطن الحر وجبران باسيل. بطبيعة الحال لو ما صار في أبطباط ما كان صار التمديد، والوضع الضاغط اليوم بالإقليم هو اللي خلى الحزب كمان يمشي بموضوع التمديد، لأنه قبل 27 أو قبل حرب غزة ما كان كتير، يعني كان الحزب أريح بالسياسة لحتى يرفض التمديد لقائد الجيش، بس إيش ظروف معينة تتعلق بما يحصل بقطاع غزة وبالمنطقة كلياتها وانشغال الحزب بالجبهة الجنوبية، يعني خلت تكون الأولويات تتقدم بما يتعلق بالوضع بالجنوب، أنه يمشي التمديد لقائد الجيش نظراً للظروف اللي صار فيها البلد، وأنه المؤسسة العسكرية مطلوب تكون بعيدة عن التجاذب السياسي. وهذا مش بس يعني موقف الحزب، هذا موقف أولاً كافة القوى السياسية العاقلة بلبنان. طيب. واللجنة الخماسية اللي لعبت دور كتير كبير بهذا الموضوع للحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية. ما فيك تروح إلى فراغ بغيرة الجيش وما في من يستلم الجيش. ما في من يستلم، يعني حسب قانون الدفاع بيستلم رئيس أركان، ما في رئيس أركان. صرنا حنروح إلى خلافات. بس لشرحنا إلى التمديد وليس إلى التعيين، وهل رح تجاوبني على هذا السؤال بعد البريك؟ مشاهدينا بريك قصير ونعود متابعة بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. وجدي العريري وإبراهيم ريحان ضيوفي اليوم. كنا عم نحكي عن التمديد. طيب بس ما نرسم صورة للتمديد، كان الولايات، كان الأمريكي هو على رأس التمديد لقائد والفرنسي بس نحن عم نحكي أمريكيا وصولا إلى كل العالم. طيب مع التمديد نحن عم نحكي إقليميا، لماذا حزب الله مشى في هذا المسار؟ ما هي الرسالة التي، بغض النظر عن الضغط الإقليمي الضاغط يلي حكي عنه، مثل ما قلنا ضغط إقليمي، لكن ليش حزب الله مشي بأجندة أمريكية؟ فينا نطرح هيك السؤال.
هلا بيقول لا انه مش الحال، بس خلينا نطرح هيك سؤال. يعني ترسيم البحر اللي كمان اجندة امريكية، كمان اجندة طيب. امريكية شو هي الرسالة التي اراد توصيلها؟ مانا زيمبابوي اللي رسمت لحظة طيب هلا جاوبني اللي صار استاذ فادي، كان في صوت عالي، النبرة وموقف واضح من بكركي. معلوماتي انه حزب الله ما بده يزعل بكركي والمسيحي، وصار في اتصالات. كان في موفد بكركي بحارة حراك، وكان في موفد بكركي صار له 15 يوم عم تصرخ تخبو رئيس جمهورية ما حدا رد عليها، وصار في اتصالات مع الفرنسيين مع الامريكيين، صار في ضغوطات كبيرة. طيب بقى طلب في مرة من المرات طلب حزب الله من الوزير باسيل انه مشي بالتمديد لقائد الجيش، ممنوع لك من منتخب قائد الجيش رئيس جمهورية. هو معركته الأساسية مع قائد الجيش بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية مع رئيس طيار المرنة نائب السابق أستاذ سليمان فرجي. قائد الجيش بيأكل من صحن الطيار، على خلفية الطيار بنى مؤسسته السياسية من رحم المؤسسة العسكرية، لذلك عنده ما بيقبل جوزيف عون يمدد له أو يكون رئيس جمهورية، خاض داحس والغبراء تجاه التمديد لعمل جوزيف عون. أما لماذا قبل حزب الله؟ وصلت له إشارات إقليمية ودولية أنه يمشي، وهو بيشتغل استراتيجيا حزب الله، سياسته بيشتغلها استراتيجيا، مشي بالتمديد. كانت مدروسة القصة بالنصاب وغير النصاب، ومش كل النواب حضروا، إنما مشي بالتمديد على أن يناور لاحقا مع الطيار ربما بمعركة رئيس الجمهورية أو يخذ ثمن سياسي. ومن هون منشوف الطيار هو الوحيد اللي كان ممدد وصار يخوض على ضفاف هذه المعركة اللي حصلت بالتمرين وفشل فيها، معارك سياسية في هجوم اليوم بتشوفه على المؤسسات من خلال محامي من بتعال واحد مشلب من الطيار الوطن الحر ضد المؤسسات النفطية، شركات كبرى، ابتزاز سياسي مالي، حملات كانت على رياض سلامة. أنا بدي أسألهم اليوم، حاكم مصرف لبنان بالإنابة استاذ وسيم منصوري يتبع ويماشي السياسة اللي اعتمدها الحاكم السابق رياض سلامة بغض النظر عن الموقف من رياض سلامة، نفس السياسة النقدية المالية. اليوم استاذ فادي، اليوم ما في كهرباء بمعظم مناطق اللبنانية بعد 35 مليار اللي صرفهم الطيار، ما شفنا عنده موقف. عم بيجرب يرجع يفتح ملفات وهمية وخذ هالمعارك لا يقول للناس نحن عم نشوف في شركات مرتكبة من خلال دعاوى بيطلقها احد محامي من بيت عقل والتاني ما بعرف منين، وعم بيهاجموا فيها المؤسسات للابتزاز السياسي بعد ما خسروا معركة التمرير وخسروا ورق سياسي كبير. هل يتحمل البلد مزيد من الخسائر بفعل هذه السياسات؟ ما خلونا مؤسسي، ما خلونا دولي، ما خلونا حدا، هذا السؤال الكبير. أخذنا وجدي إلى نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، كان عم يحكي عن هذا الإطار والحملات التي رافقت. اليوم وقفت هذه الحملات، ما بعرف القراءة اللي عملها، إذا كان منصوري يتبع الذات الاستراتيجية اللي كان يتبعها حاكم مصرف لبنان السابق. بس اليوم بعد الفراز أند مارشل وتحميل وزارة الطاقة 40 مليار دولار من الخسائر، أسكت التيار الوطني الحر كرمال هذا الموضوع، توقفت الحملات. لا مش كرمال هذا الموضوع، وسيم منصوري منه ماروني، بس هذه الفكرة. أوه منه مرشح محتمل يكون، يعني جبران باسيل والتيار يشنون حملات على كل حرب إلغاء على كل مرشح الموارنة محتمل لرئاسة الجمهورية. سليمان فرنجي، جوزيف عون، في السابق رياض سلامي، حتى من قبل الأزمة وتطلعت أو تطفي الأزمة على السطح كان في حملات ضد رياض سلامي، وبقوا يلاحقوا لرياض سلامي على ارتباطات تتعلق بالحسابات رئاسة الجمهورية. حرب إلغاء، يعني اللي صار ب88 و89 هو ذاته عم بصير اليوم كان خلال السنتين الماضية، بس بالسياسي يعني، بس الفرق ما في مدافع 155 بس في بدل المدافع كان في وديع عقل والإخبارات يلي بتنفو، ما هيدا هو الواقع، استبدل الفوجة المدفعية بوديع عقل، هيدي القصة. انه وين هالدعاوى اللي عم بتثيرها وديع عقل؟ وين هي الشركات عم بترد علي سلبا؟ انه طب فيها تحقير يعني عن جد، يعني انه كل يوم عنده 3-4 دعايات على مؤسسات كبيرة ومحامين فرنسيين، وهذيك طلعوا مرتين بالفساد. الوزير الشويساطي رفض بمجلس وزراء الكابيتال كنترول يلي طرحه الحاكم السابق رياض سلامة، وفي لان فيك تحويل اموال لهم كان للخارج.
انه هل يجوز بعد ما خلينا نكفي بس انه انا كنت عبثني على كلام الاستاذ ابراهيم كفي كفي ايه فالوضع كله هو يعني بيتعلق حتى بمساله قائد الجيش هو بس انه مروني قائد الجيش يعني لاحظ مثلا في مشكله على اي جهاز ثاني او على اي حدا ثاني على طول الاستهداف عم يكون للشخصيات المارونيه يلي بيشوفها الوزير بسيط مرشح يعني اي حدا في احتماليه يكون رئيس جمهوريه غيره له مع انه هو حظوظه يعني بتبقى حظوظ رياض سليم اليوم افضل من حظوظ جبران باسيل لانه نسكتلته ما بتصوت له زراح على الرئاسي حتى نكون على واقع الحال. طيب خلينا نفتح مزوجين هون يعني الكلام يلي قاله اللواء عباس ابراهيم عندما طلب منه حاكم مصرف لبنان انه خلينا ندفع المصريات وبتنعمل ايه عملت برمتي وما حدا من هؤلاء المسؤولين السياسيين اراد دفع الأموال حتى نأجل الأزمة إلى السبب. من الذي يعني من المتحمل المسؤولية الكبرى إذا بدك بهذا الإطار؟ هيدي الخطوة أولا لابد من فتح تحقيق فيها بيتقدم على بقية مين بدي يفتح تحقيق؟ مهن بدي يفتحوا تحقيق خلوا دعاء اللي قدم الأخبار فيه لأنه أستاذ فادي اللي صار بهذا الموضوع يروحوا يشوفوا مين باع ومين اشترى باليورو بونز لما تخلف لبنان عن الدفاع يروحوا يبحثوا وراهم يشوفوا مين هن اللي كانوا عم بيبيعوا ويشتروا بهذه الفترة مين اللي عملوا مليارات وملايين بهذه اللعبة اللي صارت ويروح يشوفوا ليش صار في تخلف مين عم بيهدف للقضاء على القطاع المصرفي بالكامل. في سياسي منتهج من أيام حكومة حسان دياب تهدف إلى تدمير القطاع المصرفي وما من يقف وراءه يعني بطبيعة الحال الجهة السياسية اللي بيقود الحزب يعني بطبيعة الحال مين جاب حسان دياب وعين الوزراء والبيان الوزاري من هالحزب بطبيعة الحال ومعه التيار الوطني الحر. زائد هناك من فيه عم بيحاول يهرب كمان من موضوع المحاسبة بالكهرباء اللي كان يتفضل الأستاذ وجدي 35-40 مليار دولار راحوا فرط من سنة 2011. رياض سلامي عم بينبه الحكومات المتعاقبة أنه ما بقى فينا نحن نحط خسائر كل سنة مليارين دولار على قطاع الكهرباء. لما وقع الفاس بالرأس صار يحملوا المسؤولية لقلوا طب ما وزارات الطاقة والحكومات حتى كمان مش بس وزارة الطاقة الحكومات المتعاقبة هي اللي عم بتقرر الموازنات كانت بلا قطع حساب هي اللي كانت عم بتروح على استمرار الخسائر بالكهرباء مليارين أو مليارين ونص كل سنة لتراكمت وصلنا لما وصلنا إليه. يعني ما في علاج أساسا هو لبنان ما بده هال خلينا نسميها 50 مليار 60 مليار مثل بيصوروا الناس يوقف على اجريه بده بس إدارة رشيدة يعني لو كان عم تتجنب هدول المليارين ونص خسائر وبال 2012 او 13 لما قال له رياض سلامي عطى النصيحه ارفعوا الدعم عن البنزين بوقتها وزيدوا 5000 ليره على التانك. مذكر كيف كانت ردة الفعل بده يستهدف جيوب الفقراء بده يفقر الناس اخر شيء بده يجي يحملوا كره النار. ما هو من 10 سنين عم بيقول لهم عم تجنبوا هالخطوه وعملوا هالخطوه ما كنا وصلنا لهون او ما كنا وصلنا الى هذا الحجم من المصيبه جاي بس يفرق ما يجي توصل دولارك لل 100000 ليره وفرق ما يكون دولارك ب 10000 ليره هذا الفرق يلي كان. اخر شيء صار بيطلع انه الغلط انه على حاكم مصرف لبنان وحده انه بيتحمل شيء سيزار ابي خرير ولا جبران باسيل ولا ندى البستاني ولا الحكومات حتى خلينا نسميها لما تسمي بس جماعه التيار فقط الحكومات كلها يعني ولا القوى السياسيه كل القوى السياسيه وتقر موازنات بلا قطع حساب هيدي لحالها فضيحه موازنات بلا قطع حساب وبيطلع اخر شيء بيجي الوزير جبران باسيل بده يعلم العالم كيف يديروا بلد بموازنه بلا قطع حساب مثل ما صرح. يعني هيدي بدل ما تكون واحد بأي بلد بالعالم بيستحوا فيها نطلع منها نعلمها للناس لما هيدي طريقة السياسة بالإدارة هاي وصلتنا لها. قبل ما ينهي وقتي بال 23 كمان صار في انقسامات بالسياسة كنا عم نحكي قبل البريك يعني وقوف اللقاء الديمقراطي والحزب التقدم الاشتراكي في الوسط عاد إلى الوسط يعني ميلا يتقاطع مع المعارضة والتيار الوطني الحر على جهاد أزعور في ميل تاني يدعو إلى الجلوس مع السيد حسن نصر أحيان تور بالبترون وأحيان تقاطع عنده شعارات رنانة ايه كيف هاي القاطبة يعني كانت والليمونات تور بالبترون والليمونات بالبترون هلا شوف السياسة منا جملة بيصير فيه تقاطعات بيصير فيه خلافات انقسامات بس اليوم يبدو يمكن مش كل أعضاء اللقاء في ناس عنده الحيتية ضد العلاقة يمكن مع حزب الله أو المغالاة في دعم القضية الفلسطينية وحركة حماس والتقارب مع حزب الله ولقاء السفير الإيراني إنما السياسي متحركة وفق مقتضيات المرحلة. لكن أنا اللي بأكده أنه ما بعد حرب غزة في اصطفافات سياسية جديدة وشقلبت تحالفات على غير مستوى لا 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 فوت بالتفاصيل شو الشقلبة
مين يعني شو اللي انه بدك بعد حرب غزه شو رح انا مش شايف العلاقه اليوم بين القوات. هلا بيقولوا لي لا بين القوات والحزب الاشتراكي مثل ما كانت او بين بين شو التيار رح بين يعني التيار بدهم يفترقوا شوي بين التيار واللقاء الديمقراطي. تحسنت العلاقه بعدنا عم نحكي عن التور والزيارات المتبادله وال على اي اساس تحسنت على اي اساس تحسنت علما انه في انتقاد كتير كبير كان بالسياسة أو غير سياسة مع القوات قداش بقى تبعد لوين؟ هودي بيرجع على ضابط الإيقاع ضابط الإيقاع هو وليد جنبلاط. لن يخرج النائب السابق وليد جنبلاط أنا برأيي عن الموقف العربي والعلاقة مع السعودية إلا إذا بده ما بعرف هولا كان في تنغيم يعني دائما أنه كان ينغم وليد جنبلاط على سمير جعل يلي قاعد على التلة وعلى شو مرهنين عليه نعم. يعني هيدي ببداية السنة يعني بعد لكن حرب غزة كان عنده نقد على موقف المملكة العربية السعودية يعني نقد غير مقبول كان انه في شيء اللي صار بعد حرب غزة هذا المزعج انه حملت حكام العرب وعرب النفط لك يا خي تفلقتونا فيها من السبعينات لليوم حاجه تزيدوا علينا ما نحن دفعنا دم على القضية الفلسطينيين من السبعينات لليوم نحن عدونا الاوحد هو اسرائيل ونحن ومع كل مقاومة ضد إسرائيل لكن هالمزايدات والمغالات على طريقة أحمد سعيد وهالخطابات هول أحزاب كلهم فشلوا. الأحزاب في لبنان دخلوا السلطة ونهبوا السلطة وانقلبوا على شعاراتهم على مبادئهم للأسف الشديد ما وصلنا لهون ببلاش. هلا عم نحكي عن الطيار مزبوط أنا بمنطقة عليها بحكيك هلا ما في كهرباء بعدنا بيحكي الأستاذ إبراهيم 40 مليون مليار دولار على الكهرباء ما في كهرباء وين ما كان ما في كهرباء ما في كهرباء أبدا صلى 10 أيام الكهرباء بالجبل ما بعرف إذا بالشوف إذا بالمتن الأعلى إذا بالإقليم طيب. إذا بالمتن الشمالي بس أنا بحكيك عن منطقة علي بضيعتي من 10 أيام ما في كهرباء ساعة ما في كهرباء طب لا ناطرين الفيول ما نضلنا ناطرين الفيول. هل ستتغير الخريطة السياسية بلبنان بعد حرب غزة مثل ما عم يحكي وجدي؟ هي الخرائط السياسية ستتغير بالمنطقة كلها يعني كلها بطبيعة مختلف. الحال بده يكون بده ينعكس هذا الوضع على لبنان يلي بيراقب موقف الوزير السابق وليد جنبلاط من 27 كان أول سياسيين عندي ستة على المبادرين لتأييد عملية طوفان الأقصى وتأييد حركة حماس وبقي متصلب جدا بهذا الموضوع خصوصا لما تكون الموضوع يتعلق بالقضية الفلسطينية تختلف الحسابات عند وليد جنبلاط بالتحديد. لكن كان دائما كان صريح باتجاه حزب الله أنه لا لا ما تخدنا لا نحكي احنا موقفه بالقضيه الفلسطينيه مش عم نحكي كيف يفصل ايه بس الكلام يلي وصل له يعني بعدين المواقف الانتقاد للموقف السعودي تجاه لبنان او تجاه القضيه الفلسطينيه اولا ما اثروا تجاه القضيه الفلسطينيه السعوديين بالسياسي شفنا اللجنه الوزاريه العربيه حتى الهدنه اللي وصلت بالاسابيع الماضيه كان في دور كبير للسعوديه بالضغط على الولايات المتحده لا تضغط على حكومه نتنياهو لا تقبل بالهدنه وتبادل الاسرى يلي صار والاولويه عم تشغل السعوديه يتعلق بوقف اطلاق النار قبل اي شيء تاني. يعني السعوديه اليوم عندها اولويه وقف القتل بقطاع غزه بعدين نبحث بالامور الاخرى. يعني على طول الموقف السعودي عم بيكون باي لقاءات اوقفوا اطلاق النار بغزه وبعدين بنحكي باقي التفاصيل. يعني ما فينا اجي احكي شو مصير غزه بكره اذا بعده بعده اطلاق النار شغال والقصف شغال. فاما شو يتعلق شو بدهم بلبنان شو بدهم بلبنان واضح بيان الخماسية اللي طلع بالدوحة ما بده لا يحتاج لتفسير. قالوا له التزموا بالدستور وروحوا انتخبوا رئيس بالمعايير الدستورية ما حدا عم بيجي يقول لك هاي اسم ولا مش اسم ولا حط الاسم بالجيب وروح لا 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 عم بيقولوا لك هاي المواصفات عندك دستور روح التزم بالدستور انتخب رئيس. بقى تيجي خمس دول تجتمع تقول للبنانيين انتخبوا رئيس وبيجي اللبنانيين بيقولوا فهمونا شو بدكم شو بده يقول لك مين بده ما حدا عنده اسم وما حدا حيفوت ببزار الاسماء لانه شفنا التجارب اللي قبل لما يفوت الاسماء شو بصير بصير عمليه مقايضه بصير عمليه مقايضه ايش الخماسيات هي عندكم دستور عندكم مجلس نواب ادعوا لجلسه روح انتخبوا رئيس بيجي اهلا وسهلا فيه ما بده مشكله فينا نحن مشكله بمنظومتنا السياسيه بزعماتنا طيب اليوم يعني اللافت قبل ما تخلص الحلقه اللافت اليوم بموقف سمير جعجع الذي يقول انه اذا اراد رئيس مجلس النواب انتخاب رئيس من خلال التوافق ليس لدينا مانع في كلمة التوافق موقف متقدم عظيم كيف سيصرف موقف متقدم للقوات موقف متقدم طيب. للدكتور جعجع أوكي. يبنى عليه يجب طيب. أن يتلقف الرئيس نبيه بري هذه الفرصة ويبنى عليها وفي حديث أنه الرئيس بري عنده معطيات ومعلومات في تفعيل الملف الرئاسي أنا حكي عنا بس حكي عنا بس شو الآلية شو الآلية الآلية بكشوف لا ينتخب رئيس في لبنان من خلال توافق داخلي يأتي ذلك وفق تسوية دولية إقليمية تأتي في الربع الساعة الأخيرة عندما طب الخماسي كله بده انتخاب رئيس ومعروف مين بدهن معروفين أو بأي توجه تنعتبر تمن أول الأسماء بيتت معروفة قائد الجيش واللواء بيسري عظيم
مطروحين من قبل قديش الرئيس نبيه بري صار لينا في موقفه بعد حرب غزة؟ سؤال. أكيد الرئيس بري يختلف ربما عن حزب الله في مواقفه الداخلية، كونه بيعرف يدور الزوايا، عنده خبرة، عنده حنكة سياسية بالملف الداخلي، يعرف لعبة التوازنات ولن يخرج منها، بيشوف الموقف المسيحي لا يجوز أن يبقى لبنان دون رئيس، وخصوصا السعودية يلي قلت له، قال له السفير السعودي للبطرك، قال له السعودية تريد انتخاب الرئيس المسيحي الماروني الوطني العربي اليوم قبل غدا، بس يا سيدنا نحن لن ندخل في لعبة الأسماء. حرفيا قال له هيك. في تطور على الصعيد الرئيسي إبراهيم؟ هلا يقال أن الخماسية هتجتمع بشهر جانيوري وشهر الجاي بعد رأس السنة، وعم بينقال أن بدنا نحط أطر عملية تختلف عن السابق بسبيل دعم اللبنانيين أنه ينتخبوا رئيس. ما حيكون في أسماء، بس صار ما كان بيحكي السيد وجدي أنه في أسماء بيبقوا بالمجتمع الدولي خلينا نسميهم مطروحين، إن العماد جوزيف عون واللواء بيسري. بس اللواء بيسري في فرق عن العماد عون، أنه يحتاج فقط إلى 65، تأمين 86 للعماد عون هو الصعب، أنه خصوصا إذا الحزب قرر يسير جبران باسيل بموضوع عدم انتساير بقائد الجيش، بتصير الوصول ل 86 صوت صعب جدا، بصير بيكون اللواء بيسري هو يعني الأوفر حظا في حال نضجت الأمور الإقليمية، وزائد مرهون كمان بأنه الوزير سمير الفرنجي يكون يعلن أنه هو منه مرشح، وحتى السعادة مستبعد وبعده لا يزال متمسك بترشيحه الوزير الفرنجي، ولا يأتي إلا بتسوي الوزير الفرنجي، لا يأتي إلا بتسوي، وفعلا رجل نبيل وعنده فروسية وعبير الأمور مثل ما هي، يعني ما بيجي إلا بتسوي كمان، يعني بلش يحس أنه لم يعد لديه أي حظوظ أو شو. هلا ما في حظوظ لحدا لتتضح الأمور كيف تمشي بالإقليم، كله لن ننتخب رئيس إلا من بعد غزة، مش بضروري بعد غزة، علي اتضاح الصورة ماهية المنطقة كيف حتكون، الخرائط السياسية بمنطقة كيف حتكون، النفوذ لكل واحد. لكن الأمور رايحة إلى مزيد من التشنج بعد اغتيال رضا موسى، وعلى الأقل بطبيعة نشوف الرد الإيراني وين راح يكون، إلى تشنج بدك تشوف الرد الإيراني إن كان حيكون مباشر ولا غير مباشر، ولا عبر إيران مباشرة ولا عبر فصيل، واللي هو الأرجح يكون عبر فصائل مش عبر إيران بشكل مباشر، لأنه الدخول أو انخراط إيران بشكل مباشر صرنا عم نحكي بمرحلة تانية مختلفة. يعني لبنان الحلقة الأضعف، ولبنان على كف عفريت إن لم يكن العفريت على كفه. هاي هلأ طلعت معك. أنا بدي أشكرك وجه الحريدي الصحافي في النهار، وإبراهيم ريحان صحفي في موقع أساس، أهلا وسهلا فيكم، وينعاد عليكم إن شاء الله سنة 2024 كل سنة سلام واستقرار وليس حرب. شكرا مشاهدينا، انتهت الحلقة، تابعونا في حلقات لاحقة، إلى اللقاء.